سيدي مدير الثقافة لولاية تيارت، سيد مدير الثقافة لولاية معسكر، السيدة مدير الثقافة لولاية تيارت، سيد مدير الثقافة، السادة أعضاء المجلس الشعبي الولائي، السيدات والسادة إدارة مديريات الثقافية لقطاع الثقافة والفنون، خير ما نبتدئ به هذه الصبيحة، أستسمح الجميع للوقوف. الدراسات الشرفية والتوزيع من الإعلام الآلي، السادة مدراء الثقافة لولاية الغرب الجزائري، السادة المكونين إطارات القطاع المستفيدين من هذا التكوين، ممثلي الصحافة المكتوبة والصناعية المصرية، سيدات وسادة الحضور، أهلا وسهلا بكم. وهذا الجهد سيصبح حتما الهدف الأسمى والغاية الأنبل، وهو الرقي بتراثنا ومقدراتنا الثقافية وتثمينها بما يليق بعلاقتها الضاربة في جذور التاريخ. في الأخير لا يسعني أن أتمنى لكم إقامة طيبة وأياما تكوينية ناجحة إن شاء الله، وأعلن رسميا افتتاح برنامج الورشات الجهوية الخاصة بمشروع نظام الوطني للمعلومات الجغرافية لقطاع الثقافة والفنون. سدد الله خطاكم بما فيه خير العباد والبلاد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكتب الدراسات باستعادة الصور ووضع مخطط حضاري للقطاعات المحفوظة. Point historique, des biens culturels immatériels, les musées, l'atlas archéologie algérien, il y a la carte. في إطار مشروع البوابة الجغرافية الذي بادرت به وزارة الثقافة والفنون، اليوم نقف على أيام تكوينية لصالح موظفي مديريات الثقافة لولاية الغرب العشرة على مستوى ولاية السعيدة. ستكون هذه الدورة التدريبية لصالح مستخدمين البوابة، وضع المعلومات البوابة، كيف استعمال الخرائط أيضا، علما أن البوابة تحوز على 55 تطبيق متعلق بكل مجالات الثقافة، وستكون أيضا أداة للوزارة وأيضا الحكومة الجزائرية من أجل التواصل على المستوى المحلي مع المديريات وأيضا المؤسسات تحت الوصاية. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.